الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل في سلسلة الدروس المتعلقة بمقياس مدخل لعلم القانون. وصلنا إلى الفصل الخامس المعنون بتفسير القاعدة القانونية، وهو آخر فصل في البرنامج. فكما تعودنا دائما عندما نقوم بتقديم تعريف نقدم التعريف القانوني ثم التعريف الاصطلاحي. فمن ناحية التعريف القانوني، يعرف التفسير على أنه إماطة الوزان عن مسألة ما، وهو مشتق من فعل فسر، من فعل فسر الشيء، أي وضحه وشرحه وبين مقاصده. أما فيما يخص اللغة الفرنسية، فالعبارة المستعملة هي كلمة interprétation، بمعنى ترجمة مسألة إلى الواقع الملموس قابل للإدراك من طرف العامة والخاصة على السواء. ومنه جاءت مهنة شراح القانون القائمين على التفسير. أما من ناحية اللغة القانونية، فيعني التفسير بوجه عام التعرف على المقصود من وضع القاعدة القانونية والغاية التي لأجلها تم إصداره، أو البحث عن نية المشرع وقصده من وراء صياغة قاعدة قانونية. لهذا سوف نقدم في المبحث الأول مقاربات تفسير القاعدة القانونية، نقدم المقاربات التشريعية، القضائية، وعفوا الفقهية في المطلب الثالث. فيما يخص المقاربة التشريعية للتفسير، فيقصد بها انفراد المشرع بإصدار نصوص تفسيرية للتشريعات سبق له وأن أصدرها ولاحظ غموضها، إما من خلال الإشكالات التي وجدت عقب تطبيق التشريع الأصلي، وإما من خلال رغبات صريحة عبر عنها المكلفون أو المخاطبون بالقانون. فيتدخل هنا المشرع ليصدر نصا يفسر الغموض الذي وجد في النص الأصلي، ويطلق عليه النص التفسيري. وهذا التشريع الجديد لا يضيف شيئا جديدا إلى التشريع الأصلي، بل هو نص متمم له شارح لفحواه، وبالتالي يطبق من تاريخ نفاذ النص الأصلي وليس من تاريخ صدور النص التشريعي. فيما يخص النقطة الثانية هي المقاربة القضائية، فيكون القضاة عادة أن لزوما عليهم إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تطرح عليهم، وهناك مبدأ قانوني لاجتهاد مع وجود النص. ماذا يترتب عنه؟ يترتب عنه أن على القاضي أن القاضي مطبق للقانون وليس منشئ له. ما معنى هذا الكلام؟ أن القاضي ملزم بالتطبيق الحرفي للقانون، وإلا سوف يتهم أو سوف يتابع بتهمة إنكار العدالة. لماذا؟ لوجود مثلا قانوني لا يريد تطبيقه. ولكن في الحالة العكسية، في حالة وجود غموض في النص أو تناقض أو سكوت، فهل سوف يبقى القاضي مكتوف الأيدي ولن يقدم لنا الحل؟ الإجابة هي لا، لزوما على القاضي أن يجتهد حتى يتحقق العدل. فهناك الكثير من الاجتهادات القضائية التي جاء بها القضاء أصبحت عبارة عن نصوص أو ساعدت على تفسير القوانين. لهذا يعد من النقاط الأساسية التي تقوم بتفسير القوانين. فيما يخص المقاربة الثالثة هي مقاربة فقهية وليس مقاربة قضائية، يعني خطأ مطبعي أعتبر. فهنا مجموعة، لدينا مجموعة من النظريات، منها المذهب الشكلي الذي يعتمد على الجانب الشكلي للقاعدة الذي يجعلها منظمة. هناك المذهب الموضوعي، فالمذهب الموضوعي ماذا يرى؟
يركز على موضوع القاعدة أو الأساس الذي جاء به المشرع في القاعدة، فيما يخص فرضيات اللجوء إلى التفسير، يعني متى يلجأ إلى التفسير. فإن صرامة القاعدة القانونية الاجتهاد في مورد النص تجعل القاضي المقيد في تطبيق النصوص، لا يجوز الخروج عن نطاقها تحت طائلة خرق القانون، على أن هذا المبدأ ليس مطلقا بل ترد عليه استثناءات التي تتيح للقاضي تفسير القانون، وتتجلى هذه الاستثناءات في شكل فرضيات قد يتعرض عليها القاضي عند تطبيقه للقانون، مثلا وجود فرضية وجود خطأ غموض في النص التشريعي أو وجود نقص في النص، يمكن وجود أيضا فرضية تناقض أو تعارض في التشريع. فالنقطة الأولى فرضية وجود خطأ في نص تشريعي، فيمكن تعريف الخطأ في النص التشريعي على أنه كل تعبير لم يقصده المشرع، ويتخذ هذا الخطأ صورتين، الخطأ المادي والخطأ القانوني. فيما يخص الخطأ المادي فهو يتحقق إما بإيراد لفظ غير مقصود كقول المشرع يلتزم الدائن بسداد الدين، والصواب هو التزام المدين بسداد الدين، وإما بسقوط لفظ كما يجب ذكره كسقوط لفظ الخطأ في نص المدني أو 24 من القانون المدني قبل تعديلها، لأنه لا يعقل أن تقوم المسؤولية التقصيرية دون ركن الخطأ. والملاحظ أن هذا اللفظ ورد في النص الفرنسي مقابلا للنص العربي، مما يتعين معه القول بوجود سهو وقع في المشكلة. كذلك الحال في نص المادة 54 من القانون المدني التي لم تذكر الطرف المقابل للمتعاقد، حيث اكتفى بذكر الطرف الأول دون الطرف الثاني، والصواب أن يلتزم الشخص أو عدة أشخاص آخرين تجاه شخص أو أشخاص آخرين. وبالتالي فهذه الأخطاء عبارة عن أخطاء مادية تترتب عنها نتائج بهذا لزوما تفسير يعني تعديلها وتفسيرها. هناك الخطأ القانوني وهو خطأ أيضا خطأ غير مقصود، ويكون عادة في حالة إضافة عبارة زائدة ليس لها أي قيمة، كما هو في نص المادة 92 من القانون المدني أن محل التزام شيء مستقبل ومحقق لا تزيد شيئا إلى تعيين المحل، بل تعد عبارة وردت على سبيل التكرار لا غاية، كما قد يكون خطأ قانوني كل لفظ ورد في غير محله، كقول مثلا المشرع في قانون العمل عفوا يستحق رد العمل أجرا يتناسب والجهد الذي بذله، والصواب هنا هو يستحق العامل، أو عبارة يقدر القاضي التعويض المناسب للخطأ، والعبارة يعني الصحيحة هي التعويض الذي يتناسب وحجم الضرر. في النقطة الثانية هي فرضية وجود غموض في النص، في بعض الحالات يرد النص التشريعي بصفة غامضة بحيث يحتمل أكثر من تأويله بسبب العبارات المبهمة التي ورد بها، ويتخذ النص الغامض حسب الفقهاء ثلاث صور، إما نسختين نص مشكل ونص مجمل. ماذا يقصد بالنص الخفي؟ هو اللفظ الذي يطبق على فئة انطباقا ظاهرا ويعد خفيا غامضا بالنسبة إلى باقي الفئات، ومن ثم يحتاج هذا النص إلى تأمل لإبراز نية المشرع. مثلا لما نأخذ نص المادة 52 من قانون العقوبات المتعلق بالسرقة، فيقول المشرع كل من اختلس شيئا مملوكا شيء غير مملوك له يعد ماذا؟ يعد سارقا، فيعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 5 سنوات على الأكثر. فهنا نقول بأن هنا يوجد نوع من الغموض، وجب على
النص المشكل ويقصد به ذلك النص الذي يحتاج لفهمه إلى عناصر خارجية، وهنا يجد القاضي نفسه أمام صعوبة أو إشكال قانوني في فهمه. في حل هذا الإشكال يلجأ إلى تفسيره ويتخذ أشكال عدة صور، فمرة يتخذ النص أكثر من معنى، ومرة يختلف المعنى اللغوي عن المعنى القانوني. فهذا هذا بالنسبة لصورة النص أو النص المشكل. النص المجمل هو النص الذي يرد في معناه على عدة أحوال جملت فيه، بحيث جاءت عبارات مجملة وغير مفردة تطبق على أكثر من وضع أو واقعة أو تصرف أو مثل قانوني. فبالنسبة إلى هذه الحالة يتعين على القاضي الاجتهاد لفرض أحكام النص حسب طبيعة المسألة المثارة أمامه. هناك فرضية التعارض أو التناقض، فمطلب الثالث في حالة وجود تعارض بين نصين تشريعيين من نفس الدرجة يمكن للقاضي اختيار أحدهما وغض النظر عن الآخر. أو في حالة وجود تعارض ما بين نصين تشريعيين أحدهما أسمى وآخر أدنى، وبالتالي القاضي عليه أن يطبق النص الأسمى. فيما يخص فرضية النقص في النص التشريعي، فتثار هذه الفرضية غالبا عندما يسهو المشرع أو يتغافل عن ذكر لفظ لا يستقيم النص إلا بذكره. ففي هذه الحالة يمكن للقاضي تكملة النقص، على سبيل المثال إغفال المشرع لتحديد نوع الضرر المستوجب، خاصة الضرر المعنوي، وهنا القاضي يمدد الحكم الضرر بين المادي والمعنوي. بهذه النقطة نكون قد أنهينا المقرر الخاص بمقياس مدخل علم القانون. قدمنا مجموعة من الفصول، حاولنا تفصيل النقاط المتعلقة بالقانون، تفسير القانون، الجانب النظري، الجانب العملي، تقسيمات القانون، مصادر القانون، نطاق تطبيق القانون، تفسير القانون إلى غير ذلك. فكآخر درس في المقرر، آخر حصة إن شاء الله يعني حصة 16 سوف تكون عبارة عن مراجعة، وسوف أقدم بعض الامتحانات للسنوات السابقة طبعا نزولا عند طلب الطلبة، حتى لا يكون هناك لبس حول المقياس. ففي حالة وجود إشكال أو عدم فهم نقطة معينة يرجى التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني kawtar.1988@yahoo.fr، وهو البريد الإلكتروني الذي قدمته في أول حصة. تمنياتي للجميع بالنجاح إن شاء الله، وإلى الملتقى.